السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. اسمحوا لنا في البداية نرحب بحضراتكم، وياريت لو مش مشترك في القناة تشترك الآن وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، وياريت تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لنا لايك وتعليق أسفل الفيديو. يلا بينا نشوف درسنا النهاردة. ما زلنا مكملين مع سلسلة كلمتين وبس. سلسلة كلمتين وبس سلسلة بنتعلم فيها حل الأسئلة بكلمة واحدة أو بكلمتين. السلسلة دي بتهم في المقام الأول الناس اللي ما عندهاش لغة. لو ما عندكش لغة ما تخافش، لو ما عندكش وقت كافي تذاكر برضو ما تخافش. لو عاوز المعلومة من الآخر تبقى السلسلة دي بتهمك أنت بالتحديد. معانا النهاردة إشارة جديدة من الباب السادس، سينيالي إنديكاسيوني، الإشارات الإرشادية. شوف مع بعضنا كده إشارتنا النهاردة وإزاي نقدر نحل الأسئلة اللي ممكن تجينا عليها. ده إشارتنا النهاردة. أوتو إي سيجويتو، قاطرة حديدية لنقل السيارات، قطار لنقل السيارات. ده إشارتنا النهاردة. إزاي نقدر نحل الأسئلة اللي ممكن تجيلي على هذه الإشارة؟ هنحلها النهاردة بكلمة واحدة بس، فيتشينانسا. فيتشينانسا بالقر بس. ده الكلمة أو مفتاحنا السحري اللي من خلاله نقدر نحل كل الأسئلة اللي ممكن تجيلي على الإشارة. يلا مع بعض ندخل على الأسئلة ونجرب ونشوف كلمة فيتشينانسا بتعمل إيه. السؤال الأولاني، أدي الإشارة بتاعتي، فيتشينانسا فيرو. اتنين، فيتشينانسا فيرو. تلاتة، فيتشينانسا بالقرب أو بالجوار فيرو. أربعة، دور معايا على كلمة فيتشينانسا مش موجودة، غمض عينك وقول له فالسو. خمسة، فيتشينانسا مش موجودة تعمل إيه؟ قول له فالسو، إجابتك سليمة ما تخافش. ستة، فيتشينانسا مش موجودة في السؤال ولا تدور ولا تشغل دماغك، قول له فالسو، إجابتك سليمة. سبعة، ندور على كلمة فيتشينانسا بالقرب أو بالجوار مش موجودة، أعمل إيه؟ قول له فالسو، برضو ما تخافش، إجابتك صحيحة. كده حلنا كم سؤال؟ حلينا سبع أسئلة، اللي هم كل الأسئلة اللي ممكن تجيلي على سينيالي أوتو إي سيجويتو، قطار لنقل السيارات مع المسافرين. حلناهم بكم كلمة؟ حلناهم بكلمة واحدة بس. إيه هي؟ فيتشينانسا بالقرب أو بالجوار. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة، وحتى ألقاكم في درس جديد لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.